السلام عليكم، مرحبا بكم مره ثانيه في ام اف تكنولوجيز. معكم المهندس محمد فوزي، استكمالا لسلسله فيديوهات شارف 48 فيرجن 7. هنبتدي النهارده المحاضره السادسه في الكورس بتاعنا. يعني شفنا في المحاضره السابقه واللي قبلها شويه كلام كده عن الانترفيس والنتورك والاتش دي اس بي. هنبتدي النهارده نستكمل هذا الكلام بموضوع دي ان اس. هنشوف ازاي تبتدي ان انت تعمل السيتنج بتاع دي ان اس، وهنشوف برضو ازاي ان انت تقدر تشغل 48 هذا دي ان اس سيرفر، وهنشوف برضو قصه الباكت كابتشر. يمكن باكت كابتشر من الحاجات المهمه جدا اللي انت هتلجا لها دايما في قصه ترابل شوتينج، وهتسهل معاك يعني حل المشاكل اللي ممكن تواجهها على ال 48. طيب الدي ان اس يعني بيشير لحاجه اسمها دي دومين نيم سيرفيس، دومين نيم سيستم. يعني هو المسمى واحد والمسمى متقارب، وفي الاخر هو نوع من انواع المابينج او الربط بين الاسم الدومين نفسه والاي بي ادرس. سواء بقى يعني طبعا انت بتربط الدومين نيم بالاي بي ادرس او الاي بي ادرس بالدومين نيم، ده بيختلف طبعا طبقا لنوع الريكورد بتاع الدي ان اس. لو اعتبرنا ان حضرتك يوزر قاعد على البي سي بتاعك على اللابتوب بتاعك، وابتديت ان انت تبعت ريكوست عشان تفتح موقع معين، هل الموضوع بيتم زي ما احنا شايفين كده ريكوست وريسبونس بس بكل السهوله والبساطه؟ لا طبعا. ليه؟ لان انت في النهايه عشان بتتعامل مع سيرفر معين، ايا كان السيرفر ده ويب سيرفر او غيره، وعشان تبتدي تفتحه وتاكسس عليه الشبكه كلها حضرات بتشتغل بالاي بي ادرس، سواء بقى برايفت اي بي ادرس، بابليك اي بي ادرس، ايا كان، لكن انت ما بتتعاملش في الشبكه باسم الدومين. فعشان تبتدي ان انت تربط الدومين بالاي بي فبتلجأ دايما للدي ان اس سيرفيس. تمام، بيبتدي يحصل مابينج او ترانسليشن لاسم الدومين بالاي بي ادرس عشان حضرتك لما تبعت الريكوست ده باسم الدومين يترانسليت هذا الكلام لاسم للاي بي ادرس بتاع السيرفر، ويبتدي السيرفر بتاع حضرتك يعمل ريسبونس ويبتدي حضرتك تاكسس السيرفر بتاعك او السيرفيس اللي حضرتك عايز تاكسسه. دي ان اس ريكورد ليها يعني اكتر من ريكورد. في حاجات دايما ويل نون ودايما احنا عارفينها وبنستخدمها، وفي حاجات تانية يعني بنستخدمها مثلا لو انت عندك كلاود سيرفيس او حاجه. اول حاجه طبعا بتبقى معروفه موضوع الريكورد، الاي ريكورد. الاي ريكورد ده احنا بنستخدمه في الاي بي فيرجن 4، وده احنا بنعمل بيه مابنج للدومين او السب دومين للاي بي ادرس. يعني انت عندك عايز تربط الدومين نفسه، اسم الدومين او اسم سب دومين باي بي ادرس، فبتلجا ان انت تكريت حاجه اسمها اي ريكورد. بيبقى في حاجه اسمها الفور اي ريكورد، او يعني بنسميه الفور اي ريكورد، مش هقول اكتر من كده. ده بيعمل نفس العمل بتاع الاي ريكورد ولكن في الاي بي فيرجن 6. بتلاقي في حاجه اسمها تاني اسمها كانونيكال نيم. يعني الكلام ده كله كل دي ريكورد خاصه بالدي ان اس حضرات، ولكن في حاجات مهمه فقط هقولها لك اللي دايما هتلاقيها دايما انت بتتعامل معاها على طول. تمام، فبعد كده هتلاقي كانونيكال نيم، هتلاقي الام اكس او بنسميه ميل اكسشينج ريكورد، بتلاقي النيم سيرفر ريكورد، وبتلاقي حاجه اسمها البوينتر ريكورد او البي تي ار، وبتلاقي بقى الاس او اي والاس ار في والتكست ريكورد. اهم حاجه في الحاجات دي حضرات لو احنا اعتبرنا ان احنا بنشتغل اي بي فيرجن 4، هتلاقي الاي ريكورد وهتلاقي البي تي ار ريكورد. يعني ضيف عليهم الفور اي ريكورد دول الريكورد ده على اساس ان انت لو بتستخدم الاي بي فيرجن 6. الفرق الوحيد حضرات زي ما قلنا ان الاي ريكورد بيربط الاسم دومين او السب دومين بالاي بي ادرس، لكن انا لو عندي اي بي ادرس نفسه وعايز اربطه باسم الدومين يبقى في هذه الحاله انا بكريت حاجه اسمها البوينتر ريكورد او البي تي ار. تمام، يبقى بكل بساطه تاني عشان الحته دي وفي بعض الاحيان بتلخبط ناس كتير، الاي ريكورد بيربط اسم الدومين بالاي بي، ولكن البي تي ار بيربط الاي بي بالاسم الدومين. خلاص. طيب الدي ان اس سيرفر ليها تايبس مختلفه، يمكن من اهمهم قصه الاثوريتيف دي ان اس والريكيرسيف دي ان اس. ايه الاثوريتيف وايه قصه الريكيرسيف؟ الاثوريتيف يعني خلينا نشوف هذا الكلام في الرسمه اللي عندنا دي. طيب طبعا الريكورد المختلفه بتاعه الدي ان اس دي كلها محتاجه داتابيز انها تجمع كل الريكورد دي كلها، وبتكريت لها زونز عشان تبتدي انها تنظم الداتابيز بتاعتها. طيب الكلام ده كله بنخزنه فين؟ في حاجه اسمها الاثوريتيف دي ان اس سيرفر. تمام،
وبيبتدي اي يوزر لما بيفتح البراوزر بتاعه بيبتدي يتعامل الاول مع وسيط او بنسميه ميدل مان مثلا او ميدل سيرفيس، يبتدي بنسميه الريسولفينج نيم سيرفر او ريكيرسيف دي ان اس، يبتدي هو اللي يوصلك للاسوريتيتيف نيم سيرفر اللي فيه كل الداتابيز الخاصه بالدي ان اس. طيب الاسوريتيتيف قلنا بيبقى فيه الداتابيز ما بيبقاش على طول بيكونكت مع اليوزر او البراوزر، لا هو بيكونكت الاول مع الريكيرسيف او ريسولفينج نيم سيرفر. طيب خلينا برضو نبص الفرق ده عشان نبقى فاهمينه. يعني ادي الاسوريتيتيف دي ان اس، الاسوريتيتيف دي ان اس قال لك ايه؟ قال لك هو بيدي انسر، بيعمل ريبلاي لكل الكويريز بتاع الدي ان اس تمام طبقا للداتابيز اللي موجوده، سواء الداتابيز اللي عنده دي هو كريتد مانيوالي عن طريق الادمنستريتور او المتكريتة عن طريق الدايناميك ابديت مثلا زي ما احنا عارفين مثلا زي المايكروسوفت تمام. دايما الاسوريتيتيف بتربط براس الهرم بتاع النيم سيرفرز مع الروت نيم سيرفر على طول، وبالتالي زي ما احنا بنقول ان الاسوريتيتيف دي ان اس هو بيبقى يحتوي على كل الداتابيز الخاصه بالدي ان اس سيرفر المعروفه بالنسبه له، وطبعا زي ما قلنا لو مش معروفه بيبقى كونكت على الروت نيم سيرفر على طول. الريكيرسيف دي ان اس لا هو بيبقى عنده نوع من انواع الكاشنج، بيبتدي يستورها الانفورميشن الخاصه بيه عن طريق الكاشنج تمام. طبعا ده مستخدم في الاي اس بيز اكتر، بيبتدي ان هو يكاش الريكورد الخاصه بدي ان اس، ولكن يعني مفيش داتا بيز مختصه بهذا الكلام خلاص. طيب تعالى سريعا كده نخش على الجهاز بتاعنا ونبتدي نشوف قصه الدي ان اس في الفورتي. لو فتحنا الجهاز بتاعنا اهوت ودخلنا على الدي ان اس، بص حضرات الفورتي جيت بياكت از دي ان اس فوروردر واز دي ان اس سيرفر. يعني ايه؟ يعني هو ممكن ان هو يشتغل از لوكال دي ان اس سيرفر وتكريت له داتابيز، مفيش مشكله خالص في هذا الكلام، بس خلي بالك ان كل الداتابيز بتتكريت مانيولي. يعني حضرتك مش زي مايكروسوفت مثلا في الدي ان اس بيبقى فيه دايناميك ابديت، لا انت حضرتك بتحط كل الداتا الانفورميشن في الداتابيز ايدك مانيولي زي ما احنا هنشوف تمام. ده وظيفه او دي طريقه ممكن ان هو يشتغل بيها الفورتي جيت. والطريقه الثانيه ان هو بيبتدي كنترول ويمانج انهي دي ان اس سيرفر هتبتدي الشبكه بتاعت حضرتك تستخدمه واليوزرز او الديفايسز اللي موجوده عندك في الشبكه تستخدم الدي ان اس. الفورتي او اس بيسبورت ان انت تبتدي تشتغل في الدي ان اس في الاي بي فيرجن 4 وفي نفس الوقت في الاي بي فيرجن 6. طيب الفورتي نت از كومباني ليها فورتي جارد دي ان اس سيرفر، يمكن بيبقى عندهم اتنين، يمكن الاتنين دول خلينا نرجع للايبيهات بالظبط. بص حضرات هم عندهم اتنين قدام، دول ما بيسبورتوش حاجه اسمها دي او تي ودي او اتش ولسه هنشرحها قدام، اللي هم ال 208.91 على ال 112 52 و53 تمام. ده البرايمري والسكندري. في ال 96 و45 زي اللي احنا شايفينهم دول جداد، لو 96 45 46 46 و45 دول حضرات دي ان اس سيرفر خاصين برضو بشركه فورتي نت، ولكن دول بيسبورتوا حاجه اسمها دي او اتش والدي او تي تمام. خلي بال حضرتك ان انت لما هتيجي تتعامل، خلينا نرجع لجهازنا الاول، لما هتيجي تتعامل مع الفورتي جارد سيرفر هتلاقيه هو بيعمل ويب فلترنج لوحده. يعني ايه بيعمل ويب فلترنج لوحده؟ يعني بيبتدي ان حضرتك لو هتكونكت او از فورتي جيت يعني او اي حد هيسال فورتي جيت ويبتدي انت بتقول له روح للفورتي جارد سيرفر زي ما احنا شايفينه بالاي بي هات دي، بيبتدي مثلا لو انت طلبت الريكوست على مثلا يعني هنقول ويب سايت لايا كان غير مسموح به او يعني من المواقع المشبوهه زي ما احنا بنقول، بكل بساطه هو بيعمل ويب فلترنج لوحده تمام. ليه؟ لان انت بتتعامل اساسا مع شركه فورتينيت، فشيء طبيعي ان ايه يعني شركه فورتينيت لازم تعمل لك ويب فلترنج في الدي ان اس بتاعك عشان ما تسمحش لاي ميس يوز من هذا الكلام.
خلاص. طيب في هذه الحاله في الدي ان اس سيتنج هنا انا بظبط الجهاز يشتغل از دي ان اس فور اوردر. يعني ايه؟ يعني يا اما هو يروح لما تبتدي انت تساله على اي حاجه يروح عليه الدي ان اس سيرفرز دول، او لو اي حد راح ساله يبتدي ان هو يتعامل مع دي ان اس سيرفر دول. زي ما قلنا بيبقى عندك تو اوبشن، ان انت يوز الفورتيجارد سيرفر تمام، واحنا قلنا الجداد والقدام، او ان انت تعمل سبيسيفاي وتبتدي تحط بايدك الدي ان اس سيرفر بتاعك. بمعنى يعني ممكن نقول له 8.8.8.8 اربع تمانيات تمام، ونقول له مثلا 8.8.4.4 ممتاز. طيب خلي بالك بعد كده بتحط حاجه اسمها اللوكال دومين نيم بتاعك، اسم الدومين بتاعك. لو عندك اكتر من دومين ممكن ان انت تحط هذا الكلام، مفيش ادنى مشكله، حط كل اللوكال دومين نيمز بتاعه حضرتك. اعتقد ان هو بيسبورت اب تو مثلا 8. انت ممكن ان انت تعمل اديتنج او تغير في التايم اوت والريبلاي وعدد حاجه اسمها مرات المحاوله او الريتراي اتم اللي بيبتدي يستخدمها الفورتي جيت في الدي ان اس. هنشوف هذا الكلام برضو، لكن طبعا الكلام ده بيتم على السي ال اي. لما بتبتدي سواء بقى يعني انت هتستخدم الفورتي جارد او هتستخدم اي دي ان اس تاني هتعمله سبيسيفاي، خلي بالك وانت بتكتب كده. يعني بص واحنا بنكتب هنا بيديك هنا خانه بالاحمر كده تمام، وبيديك فيها بالملي سكند الفتره الزمنيه اللي يبتدي هو ياخدها عشان يبتدي يسال الدي ان اس سيرفر ده. طب ده مفيد في ايه حضرات؟ ده احنا بنسميه ليتنسي، وده بيفيد ان انت بتبقى عارف انهي دي ان اس سيرفر افضل بالنسبه لك واسرع في الاجابه عشان حضرتك تبتدي ان انت تستخدم. خلاص. طيب زي ما قلنا بتبتدي بتحط، يعني لو انت بقى ايا كان سواء هتستخدم فورتيجارد سيرفر او هتستخدم بعض الدي ان اس المختلفه، ممكن تحط اربع تمانيات، ممكن تحط اربع وحيد، تمانيتين اربعتين، زي ما حضرتك عايز تحط. وانا بتحط اللوكال دومين نيم، وبعد كده بتلاقي بقى حاجه اسمها الدي ان اس بروتوكولز. ايه قصه الدي ان اس بروتوكولز دي؟ بص حضرات، هو هنا بيديك هنا امكانيه ان انت تسكيور الترافيك الخاص بالدي ان اس عن طريق حاجتين، حاجه اسمها دي او تي والدي او اتش. ايه بقى الدي او تي والدي او اتش؟ الدي او تي اختصار لحاجه اسمها دي ان اس اوفر تي ال اس، دي ان اس اوفر تي ال اس تمام. هو حطيت لك هذا الكلام هو بالبورت بتاعه تمام. طيب انت لما بتبتدي تعمل له انيبل هنا، فهو بيبتدي يستخدم التي ال اس عشان يبتدي يعمل انكابسوليتنج وانكريبتنج لانكريبشن للدي ان اس كويريز بتاعك. فبيبتدي بقى ايه يشفر لك الدنيا ويظبط لك الدنيا دي عن طريق التي ال اس بروتوكول، بحيث ان انت يبقى الموضوع بالنسبه لك سكيور ويمنع اي نوع من انواع المانيبيوليشن او يعني الاتاكس من ذا ميدل او غيره، يعني في موضوع الترافيك الخاصة بالدي ان اس تمام. في حاجة تانية اسمها دي او اتش او دي ان اس اوفر اتش تي تي بي اس تمام، وده ال اتش تي تي بي اس بتاعنا عارفينه اللي بيشتغل على 443. وبرضو ده طريقة تانية ممكن ان انت تستخدمها عشان تبتدي تعمل سكيور للدي ان اس ريزوليوشن بتاعك عن طريق ال اتش تي تي بي اس كونكشن تمام. طيب ولو انت طبعا عايز تستخدمهم تعملهم انيبل، لو مش عايز تستخدمهم خلاص انت بتستخدم الدي ان اس العادي بتاعك اللي هو اوفر يو دي بي على بورت 53 خلاص. طيب خلي بال حضرتك ان انت لو هتشتغل بعد كده، يعني زي ما هنشوف قدام في الدي ان اس سيرفر، لو شغلت الفورتيجيت از دي ان اس سيرفر ما فيش مشكله، هو هتلاقيه بيسبورت قصه الدي او اتش والدي او تي. طيب خلي بالك وقلنا لحضرتك المعلومه دي، ان عندك الفورتيجارد سيرفر الجديده دي بتسبورت، لكن القديمه هي ال 208 اللي احنا قلناهم دول لا ما بيسبورت. عشان كده دايما خلي بالك وانت بتحط الدي ان اس اللي هتستخدمه لازم تتاكد ان الدي ان اس سيرفر ده بيسبورت فعلا دي او تي ودي او اتش عشان تعملهم انيبل ولا لا. يعني مش هينفع ان انت حضرتك طبعا ان انت تبتدي تستخدم دي ان اس سيرفر وهو تفعل عليه دي او تي والدي او اتش من غير ما يكونوا هم بيسبورتوا هذا الكلام، لان شيء طبيعي ان هيبتدي بقى يحصل دروب للباكت بتاعت حضرتك وهيبقى في نوع انواع المشاكل في هذا الكلام. لكن لو هتستخدم بقى الفورتيجارد سيرفر ال 96 ما فيهوش ادنى مشكله، هي بس القديمه، وفي هذه الحاله اعمل ديسيبل للتي ال اس والاتش تي تي بي خلاص. طبعا هنا في ده الـ SSL Certificate، لو حضرتك طبعا تستخدم الـ Certificate في موضوع الـ SSL
تمام وبالسيرفر هوست. طيب هنا برضو هو بيديك امكانيه لو انت واخد دي ان اس دايناميكلي ازاي، يعني مثلا ده الوان بورت اهو، الوان بورت ده دي اتش سي بي، يعني واخد الاي بي عن طريق دي اتش سي بي، ولا هنشوف هذا الكلام تمام، وبياخد معاه كمان الدي ان اس تمام، مش ده بيوزعه الدي اتش سي بي سيرفر وده دي اتش سي بي كلاين الفورت جيت البورت ده. طيب فشيء طبيعي ان هو ياخد معاه دي ان اس، ده الدي ان اس اهو اللي هو واخده عن طريق ايه بورت 1 تمام. يعني احنا برضو لو رجعنا هنا كده، خلينا نرجع مش مشكلة، وفتحنا بورت 1 تمام، ادي هو ده واخده دي اتش سي بي، وادي الاي بي اللي واخده اهوت تمام، وادي الاكواير دي ان اس اللي هو واخده مع الديفولت جيت واي. خلاص تعال نرجع تاني للدي ان اس. خلاص فانت هتلاقي هنا ايه دايناميكلي اوبتين دي ان اس سيرفر. هنا لو انت هتتعامل مع اي بي فيرجن 6 دي ان اس سيتنج، هتبتدي تحط هذا الكلام البرايمري والسكندري دي ان اس تمام. طيب هل الكلام ده بيتم جي او اي بس؟ لا حضرات، طبعا احنا قلنا جي او اي دايما بيبقى موجود معاه بديل السي ال اي، السي ال اي طبعا بديله جي او اي، لكن طبعا الناس كلها بتستسهل هذا الكلام وتشتغل طبعا على الجي او اي، كلنا بنعمل كده، لكن لازم تبقى عندك بديل سي ال اي وازاي تحط الكوماندات بتاعتك، والكلام ده انا حاطه لحضرتك. خلينا نبص عليه كده تمام، ادي الكوماندات بتاع السي ال اي عشان تبتدي تكونفيجر الدي ان اس فور اوردر تمام. تبتدي بتحط له سيت برايمري وسيت سكندري، وبتقول له سيت بروتوكول، وهتلاقي البروتوكول اما كلير تكست او ان تبتدي ان انت تحطه مثلا دي او تي او دي او اتش تمام. وبعد كده بقى عايز تغير الريتراي وتغير الكلام ده، كل الكلام ده متاح مع حضرتك. طيب لو انت عايز تغير بقى قصه زي ما قلنا قصة التايم نفسه، عايز تغير مثلا التايم بتاع، خلينا نشوف هذا الكلام، اعتقد انا حطيت لكم الكوماندات اهو. لو عايز تغير التايم اوت والريتراي سيشن، خلينا نفتح كده تمام. طيب بكل بساطة بتقول له كونفيجر سيستم دي ان اس، تقول له سيت تايم اوت وسيت ريتراي، كم مرة يبتدي ان هو يبعت لي دي ان اس سيرفر عشان يرد عليه، وحد ايه الفتره الزمنيه او بنسميه التايم انترفال اللي هيبتدي يستنى الرد بتاعه. طبعا هو قال لك الديفولت هنا 5 وفي موضوع التايم اوت، والرينج بتاعه من 1 ل 10، وعدد المرات او بنسميه النمبر اوف تايمز ان هو يبتدي يبعت الدي ان اس كويري من 0 ل 5 والديفولت بتاعه 2. لو حضرتك طبعا عايز تغير هذا الكلام في شقتنا مشكله. تعال نرجع الجهاز بتاعنا تمام. طيب خلصنا كده قصه الدي ان اس از فوروردر في الفورتجيت تمام، او الفورتجيت از الدي ان اس فوروردر. هنبتدي نشوف بقى قصه ان انا ازاي اعمل الفورتجيت از الدي ان اس سيرفر. طب هنعمل هذا الكلام ازاي؟ هتخش هنا السيستم فيتشر فيزابيلتي، ولازم تقول له تفعل حاجه اسمها دي ان اس داتابيز، لان انت هتكاري الداتابيز، وتبتدي ترجع تاني النتورك، هتلاقي ظهرت هنا حاجه اسمها دي ان اس سيرفر. طيب نبتدي ان انت تخش على دي ان اس سيرفر كده، ونبتدي نتكلم في هذا الموضوع. بص حضرات، هنا بتبتدي ان انت عندك خانتين او جدولين. الجدول الاولاني بتبتدي ان انت تعمل تربط الدي ان اس سيرفر بتاعك او دي ان اس سيرفيس نفسه على انترفيس معينه، على اللان انترفيس، على اي انترفيس حضرتك انت مثلا عايز دايما الدي ان اس بتاعك يربط عليها ويبتدي يستقبل عليها الكويريز. طيب في نفس الوقت انا لازم اكريت بقى داتابيز، ما انا هشتغل دي ان اس سيرفر لازم يبقى عندي داتابيز. طيب ما فيش مشكله، بتبتدي من هنا الاول، اول خطوه ان انت بتبتدي ايه تكريت الدي ان اس داتابيز. طيب لو ابتديت كريت الدي ان اس داتابيز، بيبقى عندك نوعين من الدي ان اس سيرفر ماشي، او دي ان اس زون في دي ان اس سيرفر نفسه. اول حاجه يا اما برايمري يا اما سكندري. برايمري ده اساسي، وسكندري طبعا لو بقى في مشكله في البرايمري. طيب بعد كده بتلاقي الفيو، الفيو قدامك حاجتين او بيديك يعني تو اوبشن، اما حاجه اسمها شادو او بابليك. طب ايه قصه الشادو والبابليك دي يا حضرات؟ الشادو لو انت هتستخدم الكلام ده للانترنال يوزر فقط لا غير، فبتختار الشادو. لو انت عايز ان الدي ان اس سيرفر ده يستخدمه اي يوزر بقى سواء اكسترنال يوزر او غيره، يبتدي اكسسه الدي ان اس سيرفر ده ويستخدموه، فمفيش مشكله في هذه الحاله، هتبتدي تقول ان هو
بابليك. خلي بالك بس هو دايما احنا بنشتغل از بابليك، لكن انت لو عايز تشتغل شادو مفيش مشكله، بس خلي بالك الشادو ده لما هتيجي تربطه بعد كده بالانترفيس وانت بتختار الانترفيس اختار الاوبشن بتاع الريكيرسيف، لان الشادو مش هيشتغل غير مع الريكيرسيف. فاذا اخترت من هنا شادو مفيش مشكله خلاص في هذا الكلام في الاوبشن اللي انت هتختاره يعني، بس اي دومين نيم ريزوليوشن هيبتدي يشتغل زي ما قلنا على الانترفيس، وانت بتختار الانترفيس اختار انها ريكيرسيف ما تختارش اي حاجه ثاني. طيب هتختار بابليك خلاص مش فارقه كتير بقى، ما دام انت هتشتغل بابليك هو هيشتغل مع حاجه اسمها ريكيرسيف ونون ريكيرسيف ايا كان بقى اللي انت هتختاره، مفيش مشكله ما دام انت شغال بابليك ايه هتبتدي يشتغل معاه. طيب بتحط بعد كده حاجه اسمها الدي ان اس زون، اسم الدي ان اس زون نفسه تحت كاريته، احنا قلنا حضراتكم ان احنا في الدي ان اس سيرفر بنحط الكلام ده از زونز، فهنبتدي نودي له اسم مثلا يعني هنقول ان هو اسمه ام اف زي ما احنا قلنا مثلا لو تفتكروا في الدي ان اس سيرفر بتاع مايكروسوفت. طيب اسم الدومين بتاع حضرتك هنقول له والله اسم الدومين بتاعي اسمه ام اف دوت سايت. خلاص عايز اسم احطه للدي ان اس ده، والله هنقول له بكل بساطه سميه ام اف مثلا دي ان اس ماشي، وخلينا ايه يعني نعمل كده اوكي. طيب عايز ايميل حط له الايميل، هنقول له مثلا والله ادمن ات مثلا ام اف دوت سايت. خلاص وهنقول له التي تي ال بتاعك يعني سيبه على الديفولت بتاعه يعني هيبقى 1 داي مفيش مشكله، وهنعمل سوريتيف ده اعمله ديسيبل. وتقول له بقى لو تفتكروا لما احنا كنا بنحط الفورورد الفوروردرز في لما بتيجي تعمل الدي ان اس وتظبطه في السيتنج بتاعه في مايكروسوفت نفس الكلام، والله انت عندك الريكوردات دي اتس اوكي، طب ما عندكش ريكوردات هيبتدي يسال حد تاني، يسال ايه يطلع الكلام ده لمين؟ هنقول له والله روح اسال 48 تمام. عايز تحط واحد تاني مفيش مشكلة حط يا سيدي 8.8.4.4 خلاص، وبالتالي هو لقى حاجة عنده كلمة ما لقاش هيبتدي يسأل هذا الكلام. طيب خلي بالك بقى زي ما قلنا هنا مفيش دايناميك ابديت زي مايكروسوفت، هنا حضرتك بتكريت الكلام ده وتحطه مانيولي ازاي؟ هنا تقول له كرييت وبيظهر عندك هنا بقى كل انواع الايه ريكوردات البي تي ار سواء اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6 الاي ريكورد الفور اي ريكورد الميل اكسشينج كانونيكال هو حاطط لك كل انواع الريكوردات. خلينا نقول مثلا يعني هنقول اي ريكورد وهنسميه مثلا يعني نقول له اي دي سي تمام اللي هو الاديشنال دومين كنترولر. طيب هتدي له اي بي ادرس كام؟ والله الاي بي ادرس بتاعه 10.10.10.20 والتي تي ال هسيبه طبقا للزون تي تي ال نقول له ستيتس خلاص اوكي انيبل. تبتدي بقى ايه تحط هذا الكلام، فتبتدي مثلا نقول له ايه ريكورد برضو ونقول له مثلا اي تي 1 خلاص وندي له ايا كان بقى مثلا 10.10.10 ماشي خلاص دوت 90 مثلا ايا كان خلاص. تبتدي بقى تحط كل ايه ان الريكورد دي مانيولي وبعدين في الاخر هتقول له اوكي والموضوع انتهى على كده. تيجي بقى بعد كده بعد ما كريت الزون جوه دي ان اس سيرفر خلاص بتبتدي بعد كده بقى ايه تروح رابطه بالانترفيس، فبتقول له من هنا كرييت نيو اهو خلاص اعمل له ريفريش بس تبتدي تقول له بقى الانترفيس اللي انت هيستقبل عليها دي ان اس كويريز. فبكل بساطة مثلا هنقول اللان بورت وبيظهر عندك 3 مود بتبتدي تشغل عليهم في الانترفيس اما ريكيرسيف او نون ريكيرسيف او فورورد تو سيستم دي ان اس. تعال نشوف كل واحدة كده. فورورد تو سيستم دي ان اس من اسمها بيفورورد كل حاجة على السيستم دي ان اس تمام بتاع الفورتي جي تي يعني. طيب النون ريكيرسيف بيفورورد كل حاجة على طول على الجلوبال بابليك دي ان اس، مفيش أدنى مشكلة في هذا الكلام. الريكيرسيف احنا قلنا حضرات ان انت عشان تختار ريكيرسيف يبقى انت بتعمل دي ان اس داتابيز من نوع الشادو. ليه؟ عشان يبتدي يعمل شادو للدي ان اس داتابيز ويفرود بعد كده للجلوبال دي ان اس بتاع
حضرتك. بعد كده عايز تعمل دي ان اس فلترنج مفيش مشكله، بتبتدي تختار هذا الكلام وبتختار المود بتاع الفلترنج بتاع الدي ان اس. طبعا هو هنا ممكن تختار الديفولت على طول او ممكن انت تعمل كرييت نيو. طيب ايه اللي بيحصل بقى في كرييت نيو ده؟ هنا بتبتدي كرييت الفلتر بتاع الدي ان اس، تدي له اي اسم مثلا قول تيست خلاص تمام، وبتبتدي بقى بتبتدي تختار الريدايركت بالنسبه للبوت نت او الانفورس. كل الكلام ده حضرتك احنا ايه يعني ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل في الدي ان اس فلتر، بس يعني انا عايزك تعرف ان انت ممكن من هنا تعمل كرييت، وعايزك بس تبقى عارف ان هو هنا بيعمل ايه، بتختار الاكشن طبقا لمثلا كاتيجوري معين. يعني مثلا ايه كاتيجوري الديتنج، البورنو، السكس ايديوكيشن، التوباكو، زي ما كل انت شايفه ده. انت بتبتدي هنا في الدي ان اس فلترنج تختار الاكشن معاه، اما هو يمونيتور الكلام ده او ان انت تبتدي مثلا تقول له بدل المونيتور الاو، او تقول له ريدايركت تو بلوك بورتر. طيب ريدايركت تو بلوك بورتر يبقى خلاص كانك بتقفله ماشي، مونيتور يبقى خلاص هو بيشوف الكلام ده وبيعمله مونيتورنج بس فقط لا غير، الاو يبقى بيسمح له من غير اي مونيتورنج ولا غير. تمام، كل المعلومه اللي انا عايزها حضرتك تعرفها ان انت عايز تعمل دي ان اس فلتر، اعمل له انيبل واختار من هنا الدي ان اس فلتر المناسب. عندك الديفولت هيشتغل عليه اتس اوكي، عايز كريت واحد جديد كريت. ازاي بقى التفصيل بتاع الكرييشن؟ اديتك نبذه مختصره وان شاء الله نكمل هذا الكلام بالتفصيل في الدي ان اس فلتر خلاص. طيب عايز تشتغل بالدي ان اس اوفر اتش تي تي بي تعمله سكيور اتس اوكي، مش عايز خلاص الموضوع انت على كده. فاحنا هنخلينا مثلا على الديفولت ونقول له اوكي والموضوع انتهى على كده. تعال بقى نشوف الموضوع الثالث في محاضرتنا النهارده وهو الباكيت كابشر. زي ما قلنا حضراتكم قصه الباكيت كابشر دي مهمه جدا. ليه؟ لان انت بتبتدي تستخدمها كتير في حاله الترابل شوتينج، وبتسهل عليك وبتختصر لك الوقت في قصه الترابل شوتينج لو عندك اي مشكله. طيب بعمل باكيت فلت باكيت كابتشر ازاي؟ بكل بساطه بنقول له كرييت نيو من هنا تمام، وبتختار الانترفيس اللي انت عايز تشغل عليها الباكيت كابتشر. ممكن تقول على اللان، ممكن تقول على الفيلان، زي ما حضرتك عايز بتبتدي تحط هذا الكلام تمام. بعد كده بتختار هو هيعمل كابتشر لكام باكيت. يعني ممكن تقول طبعا يعني تبقى للكلام اللي انت عايزه، لكن ممكن نقول عشان الوقت مثلا يبقى 400 باكت بس الاول، لكن 4000 هتاخد منك وقت شوية. طيب عايز تعمل فلترنج، يعني ايه تعمل فلترنج؟ يعني تبتدي تقول له والله انا عايز الباكت كابتشر ده يظهر على انترفيس فيلان 10، تعمله على انترفيس فيلان 10 للجهاز اللي الاي بي بتاعه 10.10.10.10 مثلا تمام، وعلى بورت مثلا سي 53 على قلنا الكلام على دي ان اس او غيره، يعني بتختار البورت بتاعك تمام. عايز تحدد له كمان الفيلان اتس اوكي، عايز تحدد له البروتوكول اللي حضرتك عايزه بتبتدي تحدد هذا الكلام. طبعا ده بيوفر كتير على حضرتك طبعا في الوقت بتاع الباكت كابتشر. طيب بتختار ان انت لو عايز ان انت لو في اي بي فيرجن 6 ترافيك، عايز ان انت الباكت بتاع الاي بي فيرجن 6 تتاخد في الباكت كابتشر اتس اوكي، مش عايز خلاص تمام. لو في نون اي بي باكت، يعني باكتس غير اللي هي الاي بي بروتوكولز، الباكتس خاصه باي حاجه تانية غير الاي بي بروتوكول، بتبتدي ممكن تعمل لها انكلود من هنا وبتعمل اوكي والموضوع بتاع كده. طيب تعالى احنا هنا اهوت كان في يعني اتنين باكت كابتشر، تعالى كده نشوف واحده فيهم ونشغله. ده شغال ايه على الوان، وهيعمل مثلا عشان الوقت زي ما قلنا 400 باكت كافيه تمام، وهنعمل فلتر نقول فيلان 10، او خلينا من غير فلتر الاول كده ونقول له اوكي، ونتاكد ان في مثلا اي ترافيك او غيره. فخلينا مثلا هنا نخش على الجهاز ده ونبتدي نعمل اي ترافيك كده دي ان اس سوري بينج او غيره، البينج اهوت تمام. تعال نشوف بس هل البينج شغال ولا في مشكله. تعال نشوف على الجهاز التاني برضو نقول له بينج تمام، ادي البينج شغال اهوت. وتعالى نرجع للجهاز بتاعنا وهنعمل كده ونقول له الاتي، نقول له ستارت خلاص.
طيب هنا طبعا الجدول هنا بيبين لك الانترفيس نفسها ان انت بتحدد عليها لو انت عامل فلترنج للهوست، يعني بتقول له الاي بي ادرس البورت بحيث ان انت تشوف كل الكلام ده ايه من بره، تمام. الفيلان فلترنج، البروتوكولز، عدد الباكتس، تمام، والماكسيمم باكت كاونت، والستاتس بقى هل هو راننج، هل كومبليت، هل نوت راننج، زي ما حضرتك عايز. طيب هو كده خلص اهو، عمل لك 100%. ممكن ان انت تعمل له ايه تاني، ان انت تعيد هذا الكلام اهو، مفيش مشكله، تقول له اوكي خلاص. ابتدى هو العداد الجديد بتاع الباكت اللي بيعملها كابتشر لحد ما يوصل ل 400 وقال لك كومبليتد اتس اوكي خلاص. طب انا بقى عايز اشوف هذا الكلام، بتعمله داونلود اهو، وبتفتحه بقى بكاف طبعا الوار شارت، وتبتدي بقى تشوف ايه الدنيا بتاعتك زي ما حضرتك عايز، تمام. طبعا زي ما قلنا حضرات، موضوع الباكت كابتشر ده مهم جدا، ويعني ايه هيفيد حضرتك جامد جدا زي ما قلنا في الترابل شوتنج. طب من هنا طبعا انت ممكن تقف من هنا زي ما احنا شايفين كده، بتعمل ايديت، ممكن تعمل كلون، ممكن اعمل له كلون كده اقول اهو تمام، فبيبتدي يعمل لي كلون واحده زيها بالظبط. خلاص نعمل ريفريش بس، تمام، اعمل لك كلون اهو مفيش ادنى مشكله. خلاص تاني ممكن تعمل من هنا ريستارت، ممكن تعمل داونلود طبعا، ممكن تعمل ديليت، كل الكلام ده موجود، تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا بمعلومات الخاصه بمحاضره النهارده، واتمنى ان دايما كل المحتوى اللي احنا بنقوله وبنشرحه يلقى رضا حضراتكم. مرحبين باي كومنت، مرحبين باي طلبات من حضراتكم، منتظرين ارائكم على الكومنتات بتاع الفيديو وعلى التليفونات الخاصه بينا والواتساب الخاص بينا والايميل الخاص بينا. شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.